طيب في فكرة غريبة جدا يا بسنت، فكرة غريبة وبسيطة وجمالها ان هي بسيطة. الفكرة دي نجحت فيها كلية الهندسة في جامعة القاهرة. الفكرة دي قامت على بناء فصول في القرى الأكثر احتياجا باستخدام الزجاجات الفارغة المملوءة بالرمل. زجاجات فارغة مملوءة بالرمل بنبني بيها الحوائط والأسوار، بتكون موفرة للطاقة، بتكون صديقة للبيئة. ايه تفاصيل الموضوع ده؟ خلينا يعني نتعرف عليه بشكل اكبر. دكتوره نهى عز الدين، مؤسس حمله شارك بزوجتك معنا عبر تطبيق زوم. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بكل المصريين. فكره غريبه شويه، احنا مش فاهمين يعني ايه زجاجات فارغه مملوءه بالرمل، صديقه للبيئه وموفره للطاقه وبنبني بها فصول. نتعرف كده، ندينا ملامح عن الموضوع. والله هي الفكره استخدمت الاول في بيبانيما، بنوا بيها اكتر من 120 بيت ريفي، وبعد كده انتقلت لجنوب افريقيا ووسط افريقيا في اوغندا والارجنتين، بداوا يستغلوا الازازات الفاضيه اللي احنا نبدا نبني فيها. تعاوننا انا كعضو هيئه تدريس مع الطلاب مع مؤسسه بناء، شاركنا معاهم بالاتحاد مع منظمه اليونسكو في ان احنا نبدا نبني فصل تعليمي من الزجاجات الفاضيه. استهدفت الحمله الاول طلاب الكليه، عملنا بوكسز في كل الادوار نجمع الازايز الميه اللي شربوا فيها، بدل ما يرموها في صناديق القمامه لا يرموها في البوكسز بتاعه الحمله. بعد كده جمعنا العدد الكافي لبناء الفصل، وشاركنا زي ما حضرتك بمساعده البشمهندسه رشا عماد الدين المدير التنفيذي للمشروع، قدرنا نحصل على متبرع، وقدرنا بطريقه بسيطه بمساعده مؤسسه البناء مع منظمة اليونسكو مع الطلبة مع مشاركة الأهالي هناك، فكانت ملحمة جميلة جدا في بناء الفصل. هي بيعتبر اللي احنا بناخد الإزازة فاضية بنعبيها رملة، بعد كده بيبدأ رصاه في اتجاه أفقي بمداميك ثابتة بالطينة، والطينة والطفلة يعني كلها مواد بيئية. بعد كده بيتم تربيط الإزازات من الغطيان بحبال رأسية علشان تتحمل المقاومة الرأسية، فبالتالي كده أنا الأفقي بالمادة اللحمة اللي هي الطين والطفلة ومادة لاصقة معاها، والرأسي بواسطة الإحبال، والتغطية بتبقى بامبو. فكلها مواد صديقة للبيئة، فكرة بسيطة جدا احنا ما تكلفناش فيها حاجة، تعتبر اقتصادية وتعتبر مقاومة للزلازل. طيب مستدامة، يعني هل أنا كولي أمر أقدر أأمن أن أولادي يفضلوا فيها سنة واتنين مثلا، ولا بعد الشر يا فندم في خوف أنها تنهار؟ بعد كده كسو تغطية الزجاجات بنتم عمل محارة من الداخل والخارج بالتربة، تربة الطفلة أو التربة الطينية، أو ساعات بيتحط عليها نوع كمان من أنواع التماسك، فبتبقى آمنة أكتر للأطفال. وزي حضرتك ما ذكرت في الأول إن استخدموها في المباني السكنية في بنما وفي الأرجنتين وفي أوغندا وفي نيجيريا، إحنا هنا في مصر استخدمناها في بنى فصول تعليمية للقرى اللي ما فيهاش مدارس. الفصل ده مساحته مش كبيرة، هي 5 × 7 متر، وقدامه فناء هيخدم الأطفال المتسربين من التعليم، هيخدم محو الأمية بحيث يأهلهم للوصول لتانية إعدادي عشان يلتحقوا بأول شهادة وهي تالتة إعدادي في المدارس التعليمية في مصر. وطبعا فرحة الأهالي يعني مش عاوزة أقول لك بيها، إن بقى عندهم كيان تعليمي لأولادهم، والأولاد نفسهم هما كانوا بيشاركوا معانا في عملية البناء. هي فكرة هايلة طبعا، يعني فكرة هايلة. أنا بس بسألك عشان نبقى مطمنين 100% على أولادنا أنه ده مش خطر، ما فيش ولا 1% حتى احتمال أنه يكون خطر. لا لا، هي سيفتي جدا وآمنة، وطبعا بتطبق معايير الاستدامة على مستوى العالم كله، دلوقتي بيتجه للتحقيق السستينابيليتي في المباني، وهو يعتبر بناء من مواد صديقة للبيئة مع تكلفة تعتبر زيرو يعني. طب احنا لو عملنا ده بسكيل أوسع، ولو عايزين نعمله بشكل أوسع، الفصل اللي حضرتك عملتيه 5 × 7 ده خد كم إزازة، وخد وقت قد إيه، وخد مجهود قد إيه؟ ولو أنا جبت طوب أحمر وأسمنت هياخد وقت قد إيه وتكلفة قد إيه؟ يعني تستحق المجهود ولا ما تستحقش؟ برضو ده الفيصل يا دكتور.
اه طبعا طبعا، دراسة التكلفة بتبقى جزء اساسي من اي بروجكت معماري او اي بروجكت هندسي، لازم حضرتك بتدرس التكلفة دي نمبر 1، كوست بيبقى نمبر 1. فاحنا وفرنا حضرتك بالازايز لما تعبت رملة، ناس طبعا هيقولوا الطوب والاسمنت زي حضرتك ما بتقول، بس المشكلة ان الطوب والاسمنت، الاسمنت شوف حضرتك سعره بكام عشان تلزق بيه الطوب وعلشان تعمل محارة داخلية ومحارة خارجية، ده رقم واحد. رقم اتنين، اكيد هيحتاج المحاره بعد كده دهان، دهان داخلي ودهان خارجي، بطانه اولى، بطانه تانيه، وش نظافه نهائي. فطبعا كل دي حضرتك تكلفه على الكوست، بالاضافه الى حضرتك السمك الحيطه اللي بيطلع لي لو انا هعمله طوبه فهو بيبقى 25 سم، اما انا بعمله بالزجاجه بيبقى سمك الحيطه حضرتك بما يعادل طوبتين او طوبتين ونص، فيعتبر عازل حراري وملائم جدا ان درجه الحراره جوه الفراغ تبقى اقل من الطوب. فبالتالي انا بعمل عزل حراري من الزجاجات البلاستيكيه اللي متعبيه رمل، لان سمك الحيطه تخين، غير ان الماده نفسها تعتبر ماده عازله خدت على كم عكس ازازه الطوب. يعني في الفصل خمسه الفصل يا فندم كان مساحته 7 في 5، استهدف 10,000 ازازه. 10,000 ازازه جمعناها من خلال الطلبة، وكانت يعني كده كده احنا مش عاوزينهم والطلبة بيبقوا مستغنين عنهم. وكمؤسسات تعليمية لو بدأنا ننشر الحملة دي على مستوى المدارس، المستشفيات، الجامعات، نوعي الطلبة حتى في المدارس الصغيرين، ان انا بدل ما ارمي البوتل دي في الباسكت، لا انا اجيبها. طب انا لو عندي ازاز في البيت ممكن ابدأ اجمعها واشارك بيها في البوكس الاكبر اللي موجود في مدرستي، اللي موجود في الشارع بتاعي، اللي موجود في الكلية بتاعتي، اللي موجود في النادي بتاعي. فأنا نفسي ان هو يبقى توجه دوله، نقدر ان احنا نعمل بيه ورك شوب مثلا المناطق اللي ما فيهاش فيها ارامل، وعاوزين نوفر لهم مثلا فرص عمل، عاوزين نعمل ورك شوب ليهم، عاوزين نعمل فصول، عاوزين نعمل مأوى للناس اللي بلا مأوى. فهي الفكره لو اتطبقت بنطاق اوسع واكبر وجمعنا ازايز بشكل افضل هتكون طبعا ناتج مثمر جدا. عم نتكلم قارة زي آسيا ابتدت المشروعات دي من فترة يعني، ف يعني حتى في مشروعات استثمارية قامت عليها. لو بنتكلم على مصر، احنا ليه ما ركزناش على إقامة المباني دي في مصر برغم انها ناجحة في العديد من الدول؟ هو بصي لسه الثقافه الجديده واصله لنا، وفكره ان احنا نبني بالمسلح ونبني بالطوب ولازم عشان السيفتي والامانه، فدي طبعا هي الفكر اللي مسيطر على الشعب المصري او الثقافه المصريه. والمباني التقليديه زي ما قلت لحضرتك كعازل حراري او كمقاومه للزلازل بتبقى اضعف من الطريقه اللي انا بقول لحضرتك عليها، بس هي الفكره برضو في ميزتها ان هي بتديني ادوار عديده اللي انا بحكي عليه، او النموذج شارك بازازتك هو بيديني مبنى دور واحد، يعني انا بمتد للاتجاه الافقي وليست للراسي. وان شاء الله مع وعي الناس ومن خلال المدارس ندي ورك شوب، ندي ندوات من خلال الكليه، من خلال مؤسسه بناء ننشر الفكر ده اكتر، ويبقى ليه تارجت وطلب والماس برودكشن بتاعته تزيد. والله هي فكره عظيمه جدا يا دكتوره، واحنا انا من بعد كده مش هرمي اي ازازه، بعد كده هخليها عندي واجيبها لحضرتك علشان نعمل فصول ونعمل مباني تانية. لو احنا بنتكلم في فصل خمسة في سبعة هتكلف 10,000 ازازة، فاحنا محتاجين كتير، وممكن نعمل بيه اشياء كتير جدا في اماكن كتير جدا، بمجرد بس ان احنا يعني ايه بند واحد، بدل ما نرمي الازازة احتفظنا بيها، مليناها رمل وعملناها بهذا الشكل. شكرا دكتورة نهى عز الدين، مؤسس حملة شارك بزوجتك، شكرا جزيلا يا فندم.